دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا اهم الماتشات اللي هتتلعب في اطار الجوله 24 في اطار مباريات الدوري المصري الممتاز لكره القدم، وايضا مباريات الدوري الانجليزي لكره القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بأسبوع الألم، واللي بيبدأ بأحد السعف، وهو الأسبوع الأخير في الصوم الكبير اللي صامته الكنيسة، وبيرمز لدخول السيد المسيح إلى أورشليم. وتتزين الكنائس بسعف النخيل والورود وأغصان الزيتون في هذا اليوم في تقليد سنوي ووسط فرحة عارمة من الأطفال بالعيد. كمان النهاردة هتبدأ الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر أسبوع الألام بقداس أحد السعف. النهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي 24 رحلة طيران من عدة دول أوروبية مختلفة، ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الحالي. السلطات المختصة العاملة بمطار مرسى علم بتعمل على تسهيل الإجراءات من حيث الوصول وتوفير الإجراءات الأمنية والاحترازية للركاب بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط بالمطار ولحد وصولهم للفنادق المختلفة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة. هيلتقي سموحة مع الداخلية الساعة 9:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي كل من الزمالك مع البنك الأهلي وإم بي مع المقاولين العرب. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. هيلتقي ليدز يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 3 العصر، والساعة 5:30 مباراة أرسنال وليفربول في قمة مباريات الجولة.